نادي الزمالك اهم حاجه عنده عايز قرارات الاهلي تهاجم المستشار تركي الشيخ. وقال لك المستشار تركي الشيخ امبارح لما عمل اتصال مع ميدو هاجم مسؤولين الاهلي وانتقدهم وقال مسح بيهم الارض. انا مش عايز اقول ده المهم، وقال كده وقال لك انتظرت ان قناه الاهلي ترد على المستشار تركي الشيخ وتتكلم ضد المستشار تركي الشيخ. هو من الواضح ان هو عايز قناه الاهلي تهاجم المستشار تركي الشيخ، وقناه الاهلي مش هتديله الفرصه دي، ولا حد في الاهلي هيهاجم المستشار تركي الشيخ لانه نيت حياته. وقال لك كنت مستني النهارده البرنامج بيتكلم على البرنامج طبعا اللي هو ملك وكتابه، بس هو قال لفظ كده ما قالش اسم البرنامج، يعني قال لفظ ثاني ان هم يهاجموا الشباب تركي الشيخ، لكن ما حدش اداله فرصه. وواضح ان قناه الاهلي مش هتهاجم الشباب تركي الشيخ، وتهاجم الراجل ليه؟ تهاجمه ليه؟ ايه الاسباب؟ انت عايز كده ما مش هيعملوا لك كده. دي حاجه. اتكلم على المدرب اللي جاي، وانا كنت اتكلمت في باتشيكو، لكن ظهر دلوقتي مدرب ارجنتيني اسمه كالديرون، مش كارتيلون، كالديرون. كالديرون ده مدرب ارجنتيني ظهر في الساحه والزمالك فتح معاه خط، وده طبعا رشحوا لهم احد وكلاء اللاعبين اللي بيشتغل مع انديه الخليج. ويخليك معايا لحظه يا استاذ عبد الله، لحظه لو سمحت. اتفضل يا استاذ علاء. انا نفسي كان في اللحظه دي من زمان، نفسي كنت اموت اخد لحظه يا علاء، لحظه كالديرون يا علاء، لحظه جابرييل همبرتو كالديرون. طب لحظه دخل في الخط مع باتشيكو، واحنا كنا اتكلمنا على باتشيكو وبننفرد بالراجل ده جابرييل همبرتو كالديرون ده ارجنتيني بننفرد بيه. ورئيس الزمالك قال لك على يوم السبت هعلن على اسمه مدرب السبت او الحد بالكثير، واحنا بنقول مدرب الزمالك مش هيخرج بره اثنين، باتشيكو او جابرييل همبرتو كالديرون الارجنتيني. وده مرشحه احد الوكلاء اللي بيشتغلوا مع الانديه الخليجيه. طب بعدين يا استاذ علاء، زي ما انفردنا بالجوابات الجن ابن الجنيه حبيبي، الجن دلوقتي بيقول لي ان الاستاذ مرتضى منصور بيتفرج علينا، وده شيء بيسعدني جدا، فانا اسف جدا لبشاعه المنظر. انا اسف جدا. انت بتقول لي انا ولا بتقول لي مين؟ بتكلم الجن وانت قاعد معايا هوا؟ انا بكلم الاخوه، يعني جالي دلوقتي رساله وسمعتها الناس وهي بترن، قال رسالة خلي بالك الأستاذ مرتضى بيتفرج عليك. أنا سعيد جدا إن الأستاذ مرتضى يتفرج عليا، بس بعتذر للسادة المشاهدين من بشاعة المنظر. أنا أعيد بس نشر الجواب بالإنجليش مرة تانية، وأنا عارف إن المنظر جارح يا أستاذ مرتضى، أنا آسف جدا، حقك عليا. أنا آسف إذا كنت جرحت أحاسيسك أو ضايقتك في حاجة، أنا آسف جدا. أعتذر لكل إخواننا المشاهدين لبشاعة المنظر، لأن يعني الخطاب ده من المفترض ما يتعرضش إلا لمن هم دون 21 سنة. فإذا كان معنا حد قاصر ولا حاجة أنا بعتذر له، إذا كان المنظر يؤسفه. يعني أنتوا عارفين المنظر دموي، يعني المنظر اللي أنا بعرضه ده دموي، دموي والله. أنا عارف يعني بقول لكم دموي يعني إيه، المنظر دموي بالفعل. فأنا بعتذر جدا المرة التانية والتالتة والمليون لبشاعة منظر الخطاب وروع التوقيع. استاذ مرتضى لا يكون نظره ضعيف، اهو 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 التوقيع كاردون اهو 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 بالقلم الاسود الاصل، التوقيع الاصل اهو اهو اهو. شتمني يا علاء بذمتك ودينك؟ شتمني؟ لا لا، هو شكر الصوت بس، قال لي انت صوتك بيفكروا بالجمهور. الحمد لله يا عم، الله يسامحه والله العظيم ما اغلط فيه، الله يسامحه والله ما ردد عليه، الله يسامحه. ربنا اللي خلق لي صوتي، وما دام يا ربي خلقت لي صوتي من حقي ابكي، من حقي ابكي، ان شاء الله ابكي ابكي دم 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 دم. اهو 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 اهو. اتفضل يا علوة. بس هو ده كان، لا بس انت كذاب، انت كذاب. خلال مداخلته على قناه الزمالك يعني انت كذاب. في واحد في اللايف قال انه الاستاذ مرتضى قال انه هيحبسني، قال انه هيحبسني. اهو واحد بيقول لي علاء بيضحك عليك وما رضيش يقول لك الصدمه، قال احبسك. قال يا ابو جعفر، على حد معلوماتي، على حد معلوماتي ومعرفتي برئيس الزمالك من سنه 2001، رئيس الزمالك اكثر واحد في مصر قال هحبس احبس حد احبس وما حبسش حد. لا بس هو قال يعني انا فاكر الانتخابات، لا انا مش متذكر الكلمه دي عشان ما تبقاش كداب، انا بتفرج عليه بصراحه ما ركزتش في الكلمه دي، او ممكن يكون قالها وانا ما خدتش بالي يعني.
ده وارد. انا انا بركز في الحاجات المهمه يعني، ماشي. انت ما بتحبش بالنسبه لي بس ما تزعلش، موضوع مش مهم. انا بركز في الاخبار المهمه، مدرب اللي هيجي، كلام لا في لا لا كاردينون، انا الموضوع بتاع كاردينون. لكن انت لما تتحس الموضوع بالنسبه لي مش هيبقى صفق يعني، لكن انا بركز في الصفق وبيتكلم في لا الخبر لا 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 وكده يعني. انا هيحبسني وانت في دورة المية، انا شايفك. لا انا في الحته اللي انا قلتها دي، قلت لما تركز في الاخبار الحاجات المهمه، انت لما تحس الموضوع بالنسبه لي عادي، انا اهم حاجه عندك دي. قال يا ابو جا لحظه 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 لحظه، اسف اسف اسف، الراجل اللي نفس الجني اللي نفس الجني اللي جنب الاستاذ مرتضى اللي قال لي بيتفرج، بيقول لي يعني ما خدش باله لان ملوش في الانجليزي. اسف اسف، معذره اذا كنت نشرت الانجليزي. لا لحظه لحظه لحظه، العربي العربي اهو، العربي اهو، الترجمه اهو، حاضر اهو، الترجمه هي يا جماعه. انا اسف اهو 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 اهو، انا اسف جدا، انا اسف جدا، انا اسف جدا. خلي بالك ورحمة ابويا على هذا الجني، ده كرم من عند الله، مش اي حد يجي له جني. انت لو جالك جني هتطلع ميتين ابونا، هتذلنا، ده انت هتذلنا. ربنا يخلينا عايشين على الانس، واحنا قد جني نسمع انس كفايه. عموما يا استاذ علاء، بجد 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 انا سعدت بيك. الله يخليك يا استاذ عبد الناصر، وانا بشكرك جدا جدا، وبشكر طبعا على الساده المشاهدين اللي بتحملينا واللي بيتابعونا واللي لا 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 لا، لو سمحت جداً لو جداً، سمحت محمد من امريكا يا ابي، لو سمحت وراجل صديقنا لو للمستقبل سمحت والدول العربيه وكل لو الناس سمحت اللي بتتابعنا لو سواء من مصر او من خارج مصر، لو سمحت احترم نفسك، قول اللي اتفضل. متحملينك. انا الناس على قلبهم هوا 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 هوا، قول اللي متحملينك. لكن انا الحمد لله الناس مراوح على قلبهم صوتي، الحمد لله. الجعوره دي مراوح 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 مراوح، لكن انت فعلا صوتك مزعج ومضايق الناس، انا بعتذر لك. بقول لك ايه، انت سمعت البوم الاخير؟ لا انا بعمل البوم اوسخ منه. تصبح على خير يا استاذ علاء. طب لا طب لا، السلام عليكم. اقول لك على حاجه، خلي بالك احنا ختمنا اللايف امبارح بانفراد ان ساسي التعاون هيطلب ساسي لان الراجل عايزه. كالعادة بنختم كل يوم بانفراد عشان زمايلنا يشتغلوا عليه، وده شرف لينا وكلهم احسن مننا. اللعيب اسمع بقى مني، ده بقى ايه شغل ايه مخابراتي، شغل الجن ركنه دلوقتي، ده شغل مخابراتي. اللعيب اللي ماشي من الزمالك، اللعيب اللي ماشي من الزمالك هيمشي ببلاش. تمام. اقول تاني، امبارح قلنا الوحيدين احنا اللي قلنا ساسي في التعاون او غير التعاون، بس ماشي. بقول لك اهو، اللعيب اللي ماشي من الزمالك واللي صدمته اصعب من صدمة كارديرون للادارة اللي عقودها كلها عوار، وندعم الزمالك واللاعبين وندعم الجماهير ونساند الزمالك بقوة، اللي ماشي وهيكون صدمة مش هيدفع فيه دولار واحد، مش هيدفع فيه دولار واحد. واقول لكم على حاجة وعلى يوافقني عليها، اي حد هيمسك عقد اي لاعب في الزمالك هيعمل اللي هو عايزه، لان العقود لا تكتب باحترافية، لا تكتب باحترافية نهائي. لو في حاجة أهم من الاحترافية، إن في لائحة في الفيفا لازم تلتزم بيها، لائحة المستحقات وحاجات كتيرة جدا. دي لائحة لازم تحترمها، ولازم بعيد عن التعاقد لازم تلتزم باللائحة. يا بي أنا بحذر أهو، ولست شامتا ولا بقول دعك ناقص حد. يا جمهور الزمالك العظيم، قولوا له يحافظ على اللعيبة،
فضيحه كبرى ستحدث برحيل لاعب ببلاش من غير ولا دولار. واللهم قد بلغت، اللهم بشر. نتكلم عن عقده، نتكلم عن عقده ولا خلاص كده انت قلت المعلومه؟ لا 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 لا، بص بص يا علاء، في النهايه انا عايز اختم معاك بحاجه. الهاشتاج اللي بدات بيه ادعم الزمالك، الزمالك اكبر من اي حد. لعيبه ندعم الزمالك على طول، لا لا مش عمرنا قلبنا واحنا مع الزمالك، مش ليك انت، ندعم الزمالك على طول، مش ليك انت، انا بتكلم لمصر كلها بكل الالوان. تمام. لا انا بقول يعني اللي يوضح للناس الامر، ولا انت كده عايز تكتفي بهذه المعلومه فقط؟ لا عايز اكتفي بهذه المعلومه، احنا كل حاجه هنقولها دفعه تمام. واحده احنا بنشقى يا بيه عشان نجيب معلومه يا بيه، احنا بنشقى. انت بتشقى ازاي؟ مش عندك جن بيجيب لك معلومه؟ ايه الشقى اللي انت فيه ده؟ انت كده شايف حاجه راجل بيجيب لك مقصره جاهزه يا بنت. لو تعرف الجن ده مصاريفه ايه عليا وبياكل ايه اصلا، ده بيفطر فخدتين عشان يتغذى يا بيه، فخدتين. لا اذا كان اكيل كده يبقى لعلمك اخبارك تبقى جامده. اي حد كده اخبار جامده جامده يا بيه. انا بصرف ما مش نتن في الموضوع ده مع الجن ده بالذات. لا انت بتقول على مصاريفك، ده انت ملك المصاريف، ده انت بص اقعد ساكت بقى مش عايزين نتكلم. مش عايزين نتكلم. تصبح على خير. ربنا مستوره. ربنا على يدي. يلا سلام. ايوه على يدي. على يدي. سلام يا حلوه.